بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها الرسول الجزيرة. ها؟ لا يجوز استيطان. أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز وهذا من مصلحة المسلمين. كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز له فتوى نقرأتها في إحدى الصحف إنه لا يجيز حتى الخادمات اللي بيدخلين الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء في هذه البلاد طبعا لا يجوز، مش الجزيرة بعامة. نعم جزيرة بالمعنى الشرعي. نعم مكة. نعم مكة وجدة والمدينة. أي نعم واليمن. أي نعم ودول الخليج، هذول عمان ودول الخليج. فهذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا انه داخل ولا مش داخل المعنى العام يعني. وما اظن انه داخل والله اعلم. شو المقصود بالاستيطان يعني؟ يعني لو واحد قعد 6 أشهر في مكان بمهمة هل هذا يعتبر استيطان؟ لا. اذا ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا يروح يجوا يعني يجوا على سنة ويروحوا فرضا او الاجانب او لانه واقعيا فيما يبدو انهم بيعيشوا بيموتوا. واذا المقصد هو عدم المقوس. اي نعم. اذا مكة والمدينة يطلق عليهم نفس الكلام يعني الوضع الحالي ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا. الوضع الحالي ايش؟ ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا ولا حتى للتجارة ولا مو. ها؟ غير المسلمين غير مسموح يدخلوا مكة. بأي حال الأحوال؟ لا مكة، مكة إلى حكم خاص. المدينة بيجوز الدخول لأنه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. أما مكة فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ بالنسبة للحديث كنت وضحت لنا إنه يعني هذا الحديث ليس إخبارا بمعنى إنه مش يعني مش استهانة يعني تفريح، لكنه نعم حث وحض. صح وكذلك المسجد الحرام يعني مكة كبيرة ولا تارة وتارة، تارة يقصد في المسجد الذي يصلى فيه وتارة يقصد به الحرم في الوضع.